أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم الجمعة بدكار مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية والسنغاليين بالخارج السيدة عيشاتا تالسال، وركزت هذه المباحثات التي عقدت في مقر وزارة الخارجية السنغالية على العلاقات الممتازة والمتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال وسبل تنشيطها، فضلاً عن القضايا ذات اهتمام مشترك. وأشاد السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات بخصوصية وتفرد العلاقات بين المغرب والسنغال الشريك الاقتصادي الأول للمملكة في إفريقيا، وأبرز أن السنغال تحتل مكانة خاصة في قلب جلالة الملك محمد السادس الذي خصص لها جلالته 8 زيارات منذ اعتلائه العرش. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه اتفق مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على تعزيز التعاون للحد من الهجرة عبر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولي سوناك السلطة. أمن الصيغات تطلعنا على التفاصيل. تراجعوا بين لندن وباريس بعد تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك. أثمرت محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقا لتعزيز التعاون للحد من الهجرة عبر المانش. الزعيمان أعربا عن التزامهما بتعميق الشراكة بينهما، اتفاق يهدف لردع الرحلات المميتة عبر قناة المانش التي تسببت بقلق سياسي كبير بالنسبة للحكومتين. من جانبه شدد سوناك على أهمية جعل طريق القناة غير قابل للاستمرار لمهربي البشر، كما تعهد الزعيم البريطاني على تشديد الضوابط الحدودية. أما الرئيس الفرنسي فأكد على استعداده للعمل عن كثب مع سوناك وتعميق العلاقات الثنائية خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة. في موضوع آخر، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تزايد الاحتياجات لأكثر من 3.4 مليون نازح ومضيفيهم، وذلك في مواجهة الفيضانات المدمرة التي وقعت مؤخراً في نيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والكاميرون. رغدة قبوري في المتابعة. المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أولغا سارادو في لقاء صحفي حذرت من أن الملايين يواجهون أضراراً جسيمة بسبب الفيضانات في غرب ووسط إفريقيا. في نفس السياق أشارت أولغا سارادو إلى أن الاحتياجات تتزايد لأكثر من 3 ملايين نازح ومضيفيهم لمواجهة الفيضانات المدمرة الأخيرة في نيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والكاميرون. مفوضية اللاجئين تحذر من أن أزمة المناخ الآن تدمر سبل العيش وتعطل الأمن الغذائي وتفاقم النزاعات على الموارد الأساسية. المنظمة الدولية أكدت أن العمليات الإنسانية في غرب ووسط إفريقيا تعاني من نقص التمويل بشكل خطير ومزمن، حيث تم تلقي 43% فقط من الأموال التي تحتاجها المفوضية لتشاد في عام 2022، بينما تم تمويل العمليات في بوركينا فاسو بنسبة 42% فقط، و 39% من الأموال المطلوبة في نيجيريا و 53% في النيجر. دولياً دائماً، أعلن إيلون ماسك استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ما قد ينذر بمرحلة جديدة من عدم اليقين لموقع التواصل الاجتماعي الذي يحتل موقعاً مركزياً في الحياة السياسية والإعلامية للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. تقرير شيماء باكا. تم تحرير العصفور. بهذه العبارة أعلن إيلون ماسك استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وفور ذلك اتخذ مالك تويتر الجديد قرارات وصفت بالانتقامية، حيث قام بتصريح الرئيس التنفيذي لتويتر والمدير المالي والمسؤول القانوني. ويثير استحواذ ماسك على تويتر مخاوف جزء كبير من الموظفين في الشركة والمستخدمين للمنصة والمنظمات غير الحكومية التي تدعو شبكات التواصل الاجتماعي إلى مكافحة سوء المعاملة والمضايقات والتضليل الإعلامي. في حين يقول إيلون ماسك أنه لم يشتري تويتر لكسب المزيد من المال، وإنما لمحاولة مساعدة البشرية. وتبقى رؤى ماسك المستقبلية وحدها قادرة على كشف ما وراءه عبارة تحرير العصفور.
ننتقل إلى ضفاف نهر النيل في مصر، حيث تتكاتف أجيال من عائلة مصرية لتنظيف هذا النهر التاريخي وحماية البيئة بشراكة مع مبادرة فيرينايل بجزيرة القرصية. أمين الصياد تطلعنا على الروتون البطيلي لهذه العائلة في الروبورتاج التالي. في مياه نهر النيل يبحر الصياد المصري محمد نصار يومياً بزورقه الخشبي، يمشط النيل لجمع النفايات البلاستيكية، عمل نبيل ورثه من أجداده. حين تمتلئ شباكه بالسمك البلطي الذي ينتهي من بيعه بعد صلاة الظهر، يبدأ محمد مهمته البطولية لحماية البيئة. مش بلدنا ونيلنا وبنشتغل فيه وبناكل عيش فيه، ما انا لو انا سبته وغير سابه ما عرفش يحط العده في المويه. انضمت الى نصار ابنه اخته هيام محمد وابنها يحيى، يعملون جميعا الان مع مبادره فيري نايل للتقليل من تلوث مياه النيل مع تامين حياه كريمه. والله طيب مثلا ايه بتبقى يعني بتبقى بسطاكي مثلا ان انت ايه يعني بتنظفي النيل، مثلا النيل بيبقى نظيف بيبقى منظر، مثلا حتى لو ايه يعني ناس جت سياحه ولا حاجه وكده بيبقى المنظر حلو، بدل ما بتبقى ماليه ايه يعني اكياس مرميه في البحر. بينما يجمع نصار المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، تقوم هيام بكي البلاستيك في ورشة ليستخدم لاحقاً في صناعة الحقائب البلاستيكية وغيرها من المنتجات. أما ابنها الأصم يحيى يجدف القارب ويشارك في تجهيز الزجاجات البلاستيكية، عمل عائلي أثيم في سبيل حماية أطول نهر في العالم. نتابع بالأخبار الوطنية. التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها جهة الشرق مؤخراً تنعش حقينة سدود، بما في ذلك سد محمد الخامس المزود الرئيسي للمنطقة، والذي سجل تحسناً ملحوظاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته من الملء منذ تشييده سنة 1967. تقرير رغدة قبوري. الأمطار الأخيرة بالحوض المائي لملوية كان لها وقع إيجابي جد مهم فيما يتعلق بالمياه السطحية المعبأة بواسطة السدود، وذلك بعد تراجع غير مسبوق لمستويات منسوب الحقينة بسبب توالي سنوات الجفاف. هذه المدن تعتمد بالأساس على الموارد المائية السطحية المعبأة بواسطة السدود، فهذه محطات الضخ كانت دخلت في حيث يعني تم استعمالها يعني خلال هذه المدة ديال اللي كان فيه البراج ديال محمد الخامس، يعني نسبة الملء دياله أقل من 1%. التساقطات المطرية الأخيرة تزامنت مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023، مما مكن من استئناف عمليات السقي لإنقاذ الأشجار المثمرة التي لم تستفد من حقينة السدود منذ أزيد من سنة. ننتقل إلى مدينة تيزنيت، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ومدينة شمول باريكا بولاية لاغوس النيجيرية، تتوخى تعزيز روابط التعاون اللامركزي في العديد من المجالات. التفاصيل مع هناء حاجي. مبادرة رمزية وتاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ومدينة شمول باريكا بولاية لاغوس بنيجيريا. اتفاقية تم توقيعها من طرف رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت محمد الشيخ بلا وعمدة مدينة شمول باريكا ألابي كولا ديفيد. هذه الاتفاقيه هذه كتجي في اطار يعني التعاون الدولي اللامركزي المغربي الافريقي، وكتجي كذلك بالخصوص في المجال ديال السياحه التضامنيه اللي الهدف منها بالدرجه الاولى وهو التقارب وتعميق هذا التقارب الالي مع الدوله ديال نيجيريا. تأهيل وحكامة اجتماعية متينة وذامجة عبر تأهيل السياحة التضامنية، هذا هو شعار حفل الانطلاقة الرسمية لمشروع هذا التعاون اللامركزي الدولي.
مستقبل العالم موجود في إفريقيا، وما نفعله اليوم هو رسم معالم الأخوة الإفريقية. المملكة المغربية وجدت أن توقيع اتفاقيات شراكات مع البلدان الإفريقية أولوية كبرى، وهذه هي الأخوة. الشراكة تهدف توطيد علاقات التعاون الثنائي بين المغرب ونيجيريا وتبادل التجارب وتعزيز آليات الحكامة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز روابط الأخوة. في الأخبار الثقافية، تناولت ندوة أقيمت اليوم بفضاء متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط موضوع المهنة امرأة مسرح، وذلك من خلال وجهات نظر ومقاربات مختلفة بمشاركة فنانين وباحثين مغاربة وأجانب. هي ما الهدف والتفاصيل؟ التجارب المسرحية النسائية موضوع ندوة أقيمت بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط تحت عنوان المهنة امرأة مسرح. ندوة تميزت بمشاركة فنانين وباحثين مغاربة وأجانب، وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الدولي للنساء المخرجات. في إطار المهرجان جسد ديال المخرجات المسرحيات بالأساس، وكتهدف أن نفتحوا باب النقاش ونوع من التساؤل على الوضعية الاعتبارية أولا ديال المرأة داخل هذه المهنة اللي هي الممارسة المسرحية، وفي نفس الوقت المساءلة ديال طريقة الاشتغال ديال النساء المخرجات في المسرح على مستوى الكتابة، على مستوى تمثل المرأة، على مستوى طريقة إدارة المرأة، واش كاين اختلاف على مستوى التشخيص إدارة رجل وإدارة مرأة. برنامج الدورة الأولى للمهرجان الدولي للنساء الذي يتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري يشمل عروضا مسرحية وماستر كلاس ومائدة مستديرة ولقاءات فنية بحضور 7 دول عربية وغربية. قبل الختام، تعد صناعة الزليج والفسيفساء من الأشكال الفنية الأكثر تعبيرا عن أصالة المعمار المغربي وعراقته، وتعتمد هذه الأشكال الإبداعية على مواد أولية بسيطة تحولها مهارة الصانع التقليدي المغربي إلى تحف تنبض بالحياة. الروبوتاج التالي لمحمد الشهب يقربنا أكثر من صناعة الزليج والفسيفساء بمدينة فاس. بيدين عاريتين يغرف هذا المعلم ما تيسر من طين رمادي، على يمينه قوالب جاهزة يحول بها الطين إلى مربعات ستصبح فيما بعد زليجاً فاسياً أصيلاً، عملية تتطلب سنوات طويلة من الخبرة. دخلت لهذه الصناعة من هذه في الثمانينات، إن العائلة ديالي وكذا تاهما صناعية، كنا كنقراو كنمشيو معهم في العطل باش كنتعلموا. بعد تحضير الطين وعجنه وتقطيعه وتجفيفه ثم طلائه، تنقل القطع الجاهزة لهذا الفضاء. هنا تتم إعادة تشكيلها وتزيينها بحس فني مرهف. بعضها يصير زليجاً والبعض الآخر يحول إلى فسيفساء ساحرة. إبداعات تجاوزت شهرتها الحدود. طين تنديرو منه اللاجور اللي بنا مدينة فاس، كنعملوا منه تزيين اللي هو زليج فاس واللي مرتبط بها وارتبط كيف خلقت مدينة فاس. الأمم المتحدة عندنا البصمة ديالنا فيها واحد السقاية كبيرة. أمريكا عندنا والت ديزني، يعني الناس اللي هما لهم باع لا في السينما ولا فنانين كبار ولا مؤرخين، الآن تيصوبوا الدور ديالهم بالزليج البلدي. لإخراج هذه التحف إلى الوجود يلتزم الصناع التقليديون بعدد من القواعد المعقدة، من ذلك مثلا التقطيع والتركيب إلى جانب التسطير أو فن الحسبة الذي يخضع لعمليات رياضية دقيقة. الحسبة مكنتنا نخرجوا 3 المواصفات اللي تم تسجيلها وخرجت الجريدة الرسمية، ولكن اللي أساسي مكنتنا نخرجوا واحد العلامة الجماعية ديال الزليج سمات زليج فاس، واللي كذلك علامة تم تسجيلها في حماية الملكية الفكرية إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وهذه العلامة هذه زليج فاس هي اللي مكنتنا أننا نحميو زليجنا من التقليد، من القصنة، من الصريخة إلى آخره.
الزليج والفسيفساء عناصر أساسية في تصنيف المآثر والمدن كتراث إنساني عالمي على غرار فاس، مدينة تؤكد بترابها ومعمارها ومهارة صانعيها أن الزليج فن مغربي ضارب في التاريخ الطويل لمملكة يقاس عمرها بالقرون لا بالسنوات. مشاهدينا، لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. في أمان الله.